All I got is so bad. هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد زي اللهب. طبعا في مقطع اليوم أبغى رأيكم، ورأيكم هو الأهم. إيش اللعبة اللي تبغون نختمها سويا ونشرح قصتها وزي كذا؟ تبغون Red Dead Redemption الجزء الأول أو تبغون Undead Nightmare؟ طبعا حنا مستقبلا راح نغطي ونختم اللعبتين، لكن مين تبغونه الأول، Red Dead Redemption أو تبغون Undead Nightmare؟ التصويت راح يظهر الآن في علامة التعجب، صوتوا، والتصويت اللي راح يفوز راح نبدأ به. أيضا إضافة إلى التختيم، يعني راح نحل الألغاز ونشوف الأماكن المخيفة والإيستر إيجز والمهمات الجانبية وزي كذا. يعني حرفيا شوفوا زي ما غطينا Red Dead Redemption 2، ترى راح نغطي Red Dead Redemption بنفس الطريقة وبنفس الآلية. طيب لا تنسون انكم تصوتون في علامة التعجب عشان نبدأ في اللعبة اللي انتو اخترتوها. طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة. حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة. يلا سلام عليكم.